أول منه وثالث مشتريات وصفون حتى منهم أسرة 30 آخر الأسرات المستهدفة في الأصدقاء المستقرة دول العالم. بسم الله وكل سنة بخير. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السادة الضيوف، أخيرا لقد تحقق حلمنا جميعا بافتتاح هذا المتحف ليكون منارة ومقصد سياحي هام جدا. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الحقيقة بذل مجهود كبير جدا في بناء هذا المتحف. الممر اللي احنا فيه يسمى الممر الملكي نسبة الى الملوك اللي لعبوا دور مهم جدا في الحضارة المصرية. اول قطعة قدامنا هنا الملك تحتمس الاول ثالث ملوك الاسرة 18 من الدولة الحديثة، الملكة حتشبسوت اشهر ملكات مصر على الاطلاق، لعبت دور هام جدا في المشاركة في الحياة السياسية. لها معبدها الشهير جدا في غرب طيبة في الأقصر، معبد الدير البحري، صاحبة واحدة من أهم الرحلات التجارية إلى بلاد بونت اتواجد في معبدها في حتشبسوت حجر جيري عليه بقايا من الألوان ما زالت تحتفظ بروعتها حتى الآن. تفضل. تنقسم إلى شقين، جزء بيتكلم عن الحياة اليومية عند المصري القديم، عدة تماثيل من الكتبة من الكهنة من الحكام من القضاة من الوزراء، وهنا عندنا تحفة فنية رائعة تمثال مزدوج لثاي ونايا من الأسرة 18 دولة حديثة، نتكلم على 3500 سنة عمر، من الحجر الجيري كان يلعب دور كبير كهنة الإله أوزوريس. زي ما معالي الوزير قال يا فندم، السنة اللي فاتت ولله الحمد البعثة المصرية تم الكشف عن مئات المومياوات الخاصة بالقطط، تم الكشف عن مومياء أسد، ولأول مرة في تاريخ الحضارة المصرية يتم الكشف عن مومياء أسد محنط، وكلها الحمد لله بعثات مصرية تمت بأيادي مصرية خالصة. إن احنا نعرض حاجات ليها علاقة بالحمد لله عشان نلاقي حاجات كبيرة بيتم